أهلا بكم في بيروت اليوم. أستضيف في هذه الحلقة عضو كتلة المستقبل النائب زياد القدري للحديث عن المستجدات السياسية الراهنة والهادئة والراهنة والمشتعلة قبيل فترة الأعياد. أهلا بك أستاذ. ما بعرف إذا أكيد في مش هادئة ما بعرف في إذا في مستجدات هادئة بس طلعت معي لأنه بركي فترة أعياد غير الأعياد نتمنى أنه تكون يعني معي كل اللبنانيين هادئة إن شاء الله. أبرز الملفات اللي رح نناقشها سوا هي ملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى الواجهة، كيف سيوفق لبنان بين قدرته على الاستيعاب والمطالب الدولية؟ بين المستقبل وميقات لم يعد للصلح مكان، فهل ينعكس ذلك إرباكا في الشارع السني؟ ماذا ستقول 14 أدار الاثنين إلى الرئيس بري؟ وهل الإيجابية ستترجم بالمشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية؟ أستاذ قدري، في موضوع شغل بال كل اللبنانيين، شغل بال الحكومة اللي دقت ناقوس الخطر بالأسبوع في الأيام القليلة الماضية وفي آخر جلسة إلى، هو ملف اللاجئين السوريين وطبعا الفلسطينيين اللي أيضا دخلوا إلى لبنان بعد تعرض مخيم اليرموك إلى القصف من يعني قصف النيران النظام السوري. كيف تنظر كتلة المستقبل إلى هذا الملف؟ طبعا بعرف أنه أنتم موقفكم، أنتم كنتوا مع تشريع الحدود أمام كل اللاجئين. أولا تعيش وتفيق، الحكومة تأخرت سنة وتسعة أشهر تقريبا لحتى تعترف أنه في بالفعل مشكلة إنسانية ومشكلة حق برعاية النازحين السوريين إلى لبنان، وهلأ مؤخراً كمان في قسم منهم فلسطيني. بس هي بالأساس معترفة، هي عم بتساعد. يعني أنا من منطقة حدودية ويمكن من أكثر المناطق يلي مع عكار كانت على تماس مباشر مع هذا الموضوع من أول ما بلشت الأزمة السورية وحتى الآن. نحن واجهنا حكومة كانت تنكر أنه في مشكلة بسوريا، نحن واجهنا حكومة كان أقطاب الأساسيين عم يقولوا الثلاثة الجاي حتخلص المشكلة بسوريا وما في مشكلة بالأساس، في شوية بؤر أو شوية مشاكل النظام حيقضي عليهم. نحن عشنا مع حكومة الوزراء، معظم الوزراء الأساسيين فيها كانوا يعتبروا هؤلاء اللاجئين والنازحين إرهابيين ومجرمين وقتلة وينبغي اعتقالهم أو تسليمهم للسلطات السورية للنظام السوري. نحن عشنا مع حكومة سلمت أكثر من مواطن سوري معارض بشكل سلمي وديمقراطي سلمته للنظام السوري لقتله ولتصفيته. نحن عشنا مع حكومة ساعة الهيئة العليا الإغاثي تأخذ يعني أوكي من رئيسها أنه تشتغل، ساعة رئيسها بيقول أنا ما عندي صلاحية لأعطي تعليمات للهيئة العليا الإغاثي، هذا القرار قرار مجلس وزراء، علما أن الهيئة العليا الإغاثي مولت المحكمة الدولية من دون قرار مجلس وزراء. طيب نحن ولكن عشنا مع حكومة ساعة بتسمح أنه رعاية النازحين في الشمال فقط بس لبقاع لا، نسأل وزراء أصدقاء لألنا منقول لهم يا عمي كيف بجلستكم بس أقريته لمنطقة الشمال عكار يمكن أو طرابلس والبقاع متروك من شماله لجنوبه، بيقولوا الضغط جوا كان كتير كبير علينا. طيب ورئيس الحكومة مش عم يساعدنا استاذ قدري، يعني في أطراف وزراء الحزب التقدم طيب الاشتراكي، لأنه يعني في أطراف داخل يعني الحكومة تعتبر أنه فعلا هيدا ملف يفوق قدرة لبنان على تحمله، وهذه الأطراف كانت ربما عم بتحاول أنه يعني تساهم بقرار أنه الحكومة يكون عندها شوية تفكير قبل الإقدام على هكذا أمر، لأنه فعلا يعني لبنان لا يمكن أن يتحمل يعني الرقم اللي وضع على طاولة مجلس الوزراء. خلينا نمشي 185 ألف لاجئ سوري صاروا بلبنان، كيف بدنا نقدر نحن نهتم فيهم؟ نحن سلسلة الرتب والرواتب ما قادرين. نحن تكلفة حرب تموز من ناحية الدمار اللي صارت سنة 2006 نقدر نتحملها؟ كيف رجع العمران بجنوبه بالضاحية وبسائر المناطق؟ بواسطة مساعدات خارجية. صحيح، بواسطة سياسة حكومية حكيمة ومتبصرة ومسؤولة وعم تتعاطى بالموضوع بكل جرأة ومسؤولية وطنية. أنا عم قلك قبل ما تحكيني بالمسار بدي أعترف أنه في مشكلة،
هذه الحكومة من الأساس ما كانت معتبرة أنه في شيء بسوريا. هذه الحكومة من الأساس مش ناقية بنفسها، أخذي عاملة حالة فريق مع النظام السوري، وبالتالي كانت عم تمشي مثل ما بده النظام السوري بمسألة كون هؤلاء النازحين واللاجئين معظمهم يعني من الناس يلي هي منتفضة على النظام، كانت عم تعملهم عم ترفض أول شيء تنكر الأزمة، ما عم تقدم لهم الرعاية المطلوبة، لا بل عم تعتقل بعض منهم المطلوب. طيب. وعم تسلمه. طيب هل أنتم بتعتبروا من الأساس ما كان في اعتراف بما يحصل بسوريا، ومن الأساس ما كان في رعاية أو على القليلة خطة ورؤية كيف هذا الموضوع بده يتفاعل؟ طب ولكن اليوم رئيس الحكومة عم بيقول يجب ضبط هذا الموضوع، في جلسة ستخصص لبحث هذا الملف بالأسبوع المقبل ربما، يعني بعد لتحضير الخطة الكاملة حول هذا الأمر، الملف الكامل ستعقد جلسة مخصصة للبحث بهذا الأمر للبحث بضبط هذا الملف. هذه الجلسة لازم كانت تصير أقل من سنة ونص، هذا اللي عم نقوله. نحن صرنا سنة ونص تقريبا، يمكن أكثر شوي، كنواب مناطق خاصة زملائنا في الشمال نوجه لهم تحية، وزملائي في منطقة البقاع وتيار المستقبل وحلفاء والمجتمع الأهلي والمدني والهيئات كمان الدينية والروحية، عم نشتغل وعم نساعد الناس، العالم عم تساعدهم من لحم الحي. نعم. يعني بقدرات الذاتية بمنازلها، بالمساعدات عم تجي كمان أوقات من بعض الدول العربية. طيب شو الحل أستاذ أدري؟ طيب الحكومة قالت أنا ما بقدر كفي، بدنا المساعدات من باقي الدول. في اقتراح حل يعني تقدم في الوزير جبران باسيل، قال انه خلينا نسكر الحدود، ما بقى فينا نتحمل اكثر، نسكر الحدود. لا، اول شيء يعني هالسياسه العنصريه عن بعض من في هذه الحكومه مرفوضه. طب ليش عنصريه؟ هلا وهي غير مقبوله. هذا طب قادرين نتحمل؟ انه هي القصه انه قادرين نتحمل، اهلا وسهلا. ما قادرين نتحمل كويس، نحن عم نحكي عن تحمل مالي. نعم. وقدرة من الناحية المادية للدولة. أكيد. أوكي. هلأ في البعض، يعني بعض الوزراء يلي هن نشطين في هذا الأمر، يلي هن من الأساس كانوا عم يتعاطوا بهذا الموضوع، ورئيس الحكومة عمل مؤتمر أو عمل اجتماع بالسراي شفناه، مؤتمر للدول المانحة، وعم يقول وعم يبشر أنه من الناحية المالية في حيكون في مساعدات قريبا جدا لاحتواء هذا الموضوع ولمساعدة الدولة من الناحية المالية، ولكن أنا عم بحكي من الناحية المبدئية والناحية الإنسانية والناحية اللي بتكفله الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، ومن ناحية كمان نحن كلبنانيين كيف بيتعاطوا معنا الشعوب أو الدول المجاورة وشعوبها بأزماتنا. نحن مش ممكن أن نسكر الحدود، مش ممكن أنه ما نقبل أنه نستقبل ناس بالنهاية جايين وهربانين من القتل، مش ممكن نقبل انه نخليهم تحت آلة الإجرام والقتل. طيب. هلا هذا الموضوع مثل ما قلت ناحيته المالية كان من الأساس، من الأساس ما بينترك وهيك الناس، وما بينترك انه نحن المجتمع المدني والفعاليات السياسية والأحزاب السياسية كانت عم تهتم فيهم. ثانيا من الأساس بيكون في اذا بدك احصاء او خطة معينة لحتى حصر الموضوع لضبطه ولا التعاطي معه بشكل رسمي. كيف بدك تحصر هذا الموضوع طالما انه طبعا في كمان حركة دخول عم بتتم عبر المعابر غير الشرعية اللي يعني ما عم بيقطعوا على امن عام او جيش او يعني قوى امن حتى كمان يصير في احصاء للداخلي؟ يعني ما هيدي المفارقة مدام دونيز وهيدي الازدواجية يلي بيلايموا لفريق 8 اذار بمرحلة ما بيتبنيه وبيمشي فيه، ويلي بيلايموا بمرحلة اخرى كمان بينسى مواقفه السابقه وبيتبنى بيمشي فيه. نحن من نكفي. اول لا عفوا نقطه كثير بس مهمة. لانه معي من اول لحظه هاتفي. على موضوع الحدود من اول نهار عم نقول، مش هلا كمان على طاوله الحوار من 2006، يا جماعه الحدود ما لازم تضلها فالته، لازم نضبط المعابر غير الشرعيه، في عنا جيش، في عنا امن عام، في عنا قوى امن داخلي، يجب انه لبنان تكون حدوده مرسمه، يجب ترسيم الحدود ويجب ضبط الحدود بشكل رسمي. لا، بالرغم من انه وافقوا على الموضوع بس على العمليه على الارض لا.
هلا اليوم رح كمل انا وياك بهذا الملف عم نظره بموضوع ضبط الحدود رح نحكي بهذا الموضوع كمان. ولكن خلينا نضوي اكثر عن هذا الملف وتحديدا عن حركه اللاجئين الفلسطينيين. معي عبر الهاتف السفير الفلسطيني الاستاذ اشرف دبور. سعاده السفير يعطيك العافيه. الله يعافيك مساء الخير سعاده السفير. هل يمكن أن تقول لنا أو تحدد لنا الرقم النهائي للفلسطينيين الذين دخلوا إلى لبنان من سوريا؟ كل الفلسطينيين منذ أوائل الأزمة أو منذ أحداث مخيم اليرموك؟ نعم كل الفلسطينيين، يعني العدد لا يتجاوز بين 13 ل 15 ألف شخص. واللي دخلوا بعد أحداث مخيم يرموك؟ 2500 تقريبا، 2500 شخص هم اللي دخلوا بعد احداث مخيم يرموك. طيب استاذ دبور، هناك اتصالات، يعني سمعنا وقرانا بانه تمت اتصالات سياسيه بين ممثل الاخضر الابراهيمي والسلطات السوريه، حاله او ربما ساهمت بتوقيف الاعتداء على القاطنين داخل مخيم اليرموك. وطبعا يعني سمعنا انه بعض الفلسطينيين عادوا الى المخيم، هل صحيح هذا الكلام؟ بالتأكيد منذ بداية الأزمة في مخيم اليرموك بذلت جهود كبيرة وعديدة، ومن خلال سيادة الرئيس محمود عباس والإخوة المسؤولين في دمشق لتجنيب المخيم تداعيات ما يحدث في سوريا. واستطعنا وبحمد الله أن نصل إلى اتفاق بخروج المسلحين من داخل المخيم وعودة الأهالي إلى المخيم، وبالآن شهدنا عودة بالآلاف وبقوافل. طيب ولكن يقال بأنه هناك 2800 بعض بلبنان ولم يعودوا إلى لبنان، لماذا لم يعودوا إلى سوريا إلى المخيم؟ خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يعودون إن شاء الله رب العالمين وبقوافل أيضا. يعني هل وهذا ما نعمل عليه الآن بتوجيهات وتعليمات من القيادة الفلسطينية وبتعاون مع الأخوة في الدولة اللبنانية. هل كل اللي دخلوا الفلسطينيين سعادة السفير يعني دخلوا من خلالكم؟ يعني هل دخلوا بشكل رسمي من خلالكم؟ ويمكن معرفة العدد الأشخاص أين دخلوا أين أصبحوا؟ يعني جميع الفلسطينيين الذين يدخلون بصورة شرعية وعبر الحدود الشرعية عبر المصنع، ويتم إيواءهم في المخيمات الفلسطينية عند أهلهم وذويهم. نعم. حيث أنك تعلمين أنه ينقصنا أماكن للإيواء. نعم. وتتم إحصائهم عبر الأنروا من خلال اللجنة التي شكلت من السفارة والأنروا والمنظمة وفصائل التحالف واللجان الشعبية واتحاد المرأة ومندوب عن الأمن العام اللبناني. نعم سعادة السفير، سؤال أخير، عندما تسمع أن هناك اقتراح في لبنان بإقفال الحدود أمام اللاجئين ماذا تقول؟ يعني لبنان بلد الإنسانية والذي عودنا دائما على أنه مفتوح يفتح بابه أمام كل إنسان يلجأ إليه. هؤلاء اللاجئين عندما يأتون هربا من وضع ما، وعندما يستقر الأمر يعودون إلى منازلهم بالتأكيد. فلا أعتقد بأن لبنان يغلق أبوابه في وجه أي لاجئ يأتي إليه. شكرا سعادة السفير على هذه التوضيحات، وإن شاء الله بيعودوا كل الفلسطينيين إلى ديارهم وعلى أمل أن يعودوا إلى بلدهم فلسطين. استاذ أدري، أول شيء يعني بدنا نوجه له تحية لسعادة السفير وللشعب الفلسطيني وخاصة الموجود بسوريا يلي عم يتعرض لأبشع أنواع التنكيل والقتل من قبل النظام السوري. وبرجع بأكد وبقول أنه يعني ظاهر رئيس الحكومة انشق مؤخرا عن نظرية النائب النفس، لأنه هذه النظرية يلي حاول يتلطى وراها لأشهر ولحتى حيصيروا سنتين لحتى ينقى بنفسه عن المسألة، عن هذا الملف الإنساني، وهذا الملف اللي ما في سياسي ولا في 8 و14 ولا في نظام سوري وغير هيك، هذا موضوع إنساني له علاقة بناس لاجئين عم يهربوا من الموت. طيب ولكن كل ما في نحكي زيارة بهذا الموضوع أنا بالمجلس النيابي وزملائي لقلي أكثر من مرة أكثر من مناسبة في هيئات عامة للمجلس النيابي تكون الحكومة الحاضرة
ونقول في ملف ضاغط وحيكبر وهذا مسؤولية الدولة. نحن أنا يعني بتذكر أنا وزملاء أكثر من مرة ما في حدا يسمع، نحن كمجتمع بدني مش قادرين نقوم بهذه الأعباء، أعباءه عم تكتر، العدد عم يزيد، متطلبات والحاجات أكثر، ما حدا رد، شو الحل؟ ما حدا عمل اجتماع، شو الحل؟ شو فيها تعمل الحكومة لحالها؟ استاذ قادري شو فيها تعمل الحكومة لحالها يعني بهيك وضع؟ حتى وضعنا الاقتصادي يعني طب مين مسؤول؟ يعني أنا ما عم قلك إنه الحكومة تأمن المصاري فورا أو تطبع أموال وتوزعها، الحكومة هي مسؤولة، هي بدها تتبصر، هي بدها تحط سياسة استباقية. وبرجع بقلك لبنان مرق بمحن أكبر من هيك، نحن مرقنا باعتداءات وحرب إسرائيلية على لبنان وآخرها سنة 2006 وخسائر مليارات الدولارات. كيف قدرنا رجعنا نعمر البلد ونعمر الجسور ونرجع العالم عبيوتها؟ بخلال تبنينا هذا الموضوع واعتراف أنه في مشكلة وعنا مصيبة وأنه في موضوع لازم نكسر رأسنا مشان يعني نحتضنه ونأمن بالنهاية الأموال والمساعدات اللازمة إن كان الدولة، وإذا مش قادرة الدولة وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية العليا الإغاثة في شيء بالنهاية مسؤولية على يعني مسؤولية الأمم المتحدة. طبعا طبعا في شق الإنساني، في الشق الإنساني طبعا يعني المساعدات، ولكن أيضا في الشق الأمني. يعني حتى وزير الداخلية يتحدث بأنه الجرائم، نسبة الجرائم قد ترتفع، يعني السرقات ترتفع كمان، هيدي أمور يجب أن تضبط. أنا ما شفت يعني مع احترامنا لكلام مع الوزير وبعرفه شخص مسؤول والملف الأمني يعني بيعرفه تماما، بس انه ما شفت عصابات من خلال هالسنتين وقت ما اجت حكومة الاستقرار العجيب الغريب، ما شفت عصابات او عمليات سرقة واغتيال وقلاقل أمنية صارت من مواطنين سوريين، ما شفت هيك. انا شفت كلها عصابات لبنانية، شفت أجنحة مسلحة لعائلات لبنانية، شفت محاولات اغتيال لقيادات لبنانية، شفت مشاكل بطرابلس أو بصيدا أو ببيروت العلاقة يعني بأسباب سياسية وأمنية لبنانية بحتة. فما بدنا نحمل هذا المواطن السوري يلي عم هربان من آلة الموت ويلي مش قادر أنه بالنهاية ببلده يعيش بكرامة ويكون عنده حق على القليلة أنه يعيش حقه، حق الحياة كحق يعني طبيعي. ماني شايفه انه جاي يعمل مشاكل هون ابدا، وما شفت خلال كل هذه الفتره من سنتين لهلا اي حدث امني كبير او اصغر شوي له علاقه في اخواننا السوريين. طيب دائما في الملف السوري يعني في برز ما صدر عن لجنه التحقيق الدوليه تاكيد بانه حزب الله يشارك في القتال في سوريا، كيف تلقيتوا هذا الخبر؟ نائب وزير الخارجية الإيراني من يومين قالوا شو بدي بالتقارير يلي بتطلع، قال بالمطلق هو حكي بالمبدأ يعني قال كيف إنه حزب الله يدافع عن النظام الله هو عن يدافع الشعب عن الشعب السوري والنظام في سوريا يعني. وأمين عام حزب الله أكثر من مرة تبنى هذا الموضوع يعني، وبكل أحوال عم نشوف إنه مقاتلين عم يجاهدوا حسب قول أمين عام حزب الله وحزب الله في سوريا وعم يتم تشييعهم. طيب ولكن البعض في لبنان، وبالتالي هذه هي كمان مرة أخرى سياسة النائب النافس اللي ببشرنا فيها وبيعظنا فيها كل يوم رئيس الحكومة وحكومته يلي هي. طيب ولكن بالمقابل الفريق القابض على هذه الحكومة، مثل ما بتعرفي أنه أستاذ وليد جملات قال أكثر من مرة أنه هذه الحكومة إجت من المحور السوري الإيراني يعني. وهذا عم يشهد وشاهد من أهلي يعني. فالفريق اللي هو ماسك القرار السياسي وماسك الحكومة عم يقول علنا أني أنا عم قاتل إلى جانب النظام في سوريا. طيب. ورئيس الحكومة مصر يقنع اللبنانيين أنه هذه حكومة عم تطبق سياسة النائب النفس. طيب ولكن كمان أيضا يعني هناك من يعتبر بأنه الكلام عن مشاركة حزب الله بالقتال إلى جانب النظام هو للتغطية على دخول في رقم حاطينه 65 ألف مقاتل من السلفيين والتكفيريين إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة. أنا عم بحكي هون كلبناني، أنا مسؤول عن يعني بدي أفهم أنا كمواطن لبناني
بدي الأمن والأمان لبلدي، وبدي الاستقرار لبلدي، وبدي الاستقلال لبلدي، وبدي القرار الحر لبلدي، وبدي احترم رغبة اللبنانيين في تقرير مصيرهم. أنا معني منين عم بفوت ما بعرف، يعني بشار الأسد كان يبعت على العراق ما بعرف إرهابيين، ما بدي أنا ما بدي أسمي تسمية دينية، بفضل أقول إرهابيين. هول اللي كان عم يبعتون بيعرفوا كيف يرجعوا يجوا على سوريا أو ما بعرف حدود تانية من من الأردن، من تركيا، ما بعرف من أو حتى من بعض الحدود. هل اللبنانيين اللي تعرضوا للكلخ للكمين هول شو كانوا رايحين يعملوا؟ أنا عم بحكي كلبنان. أول شيء اللبنانيين اللي راحوا، أنا اللي عم بحكي أول شيء كلبنان وكدولة لبنانية وكمسؤول في لبنان. واحد اثنين، هذه المجموعة راحت على يعني من طرابلس أو بعض مدن الشمال الأخرى. مين موافق ومين قبلان أصلاً تروح؟ نحن كلنا قلنا إنه هذا الموضوع غير مقبول، وإذا بتكون رأينا كتيار مستقبل نحن ضده. ونحن عم نقول إنه في سوريا شعب رسم خريطة طريقه بإيده ورسم خريطة طريقه بالدم، هو بيعرف كيف يدافع عن بلده. بس هذا كمان ما بينفي الكلام الجدي إنه هذه المجموعة استدرجت او حمس او تم يعني تحميسها او استدراجها بطريقه او باخرى لتروح لهونيك ويصير اللي صار. وبالتالي في عندك تنظيم عسكري سياسي مسلح وواضحه سياسته الاقليميه وارتباطه، وواضح انه الطرف الاقليمي او الدوله الاقليميه اللي دعمته عم تقول علنا انه نحن وحزب الله عم نقاتل الى جانب النظام. طب مثل ما عم تقارني كمان لهذه المنظومه كلها سوا بالمال والسلاح وما بعرف الخبرات والمعلومات الاستخباراتيه وغيره، ب 20 شاب، 15 شاب، 10 شباب، 5 شباب راحوا بمنطلق بحماسه ما بعرف برفض لهذا الظلم وهذا القمع وهذه الهمجية، وصار اللي صار معهم. لبل مثل ما عم قلك يمكن بعد من هو مرتبط بالنظام السوري استدرجهم أو حمسهم أو ضللهم. طيب ما فيك تقارني هذه الحالة بحالة ما بقارن. طيب رعايتها إقليمية استاذ عقاب صقر شو عم بيعمل بتركيا لمن قال انه هو عم بيسلح المعارضة السورية وبطلب من الرئيس سعد الحريري؟ نقال قيل فكرت هيك قال. هو ما قال، هو قدم أنشطة فيديو جديدة بالأمس. شفنا تلفزيون زميلكم الجديد بعت شريط من الأشرطة اللي حكي اللي قدمها الأستاذ عقاب للقضاء اللبناني لبريطانيا لمختبر له علاقة بتقنية الأصوات، وبين انه هذا الشريط وان كان هو كوبي ولكن هو يعني منه مفبرك او منه ما في اضافات تبين على الأشرطة. ما في اضافات فيه. والاستاذ عقاب بتصور عمل مرافعه بالادله والبراهين واضحه باكثر من انه قضيه حليب، يعني قضيه حليب وحرمات كيف لك هذا الجانب اللي له علاقه. قديش ممكن يصدق هذا الجانب؟ قديش ممكن يصدق الفريق الاخر هذا الكلام استاذ قادري؟ هذا اول شيء الفريق الاخر يلي بنى كل هذا السيناريو وفبرك ادله معينه، ضحدت هذه الادله بمؤتمر الصحافي الاستاذ عقاب وبكلام لاحق كمان ادلى فيه وبالادله والبراهين. اذا عندهم شيء هن قالوا بعد عنا زياده، بعد عنا اشياء بتفضح اكثر، ليش وقفوا نشر هذا يعني هذا المسلسل؟ ليش وقفوا؟ ليش ما كملوا من بعد ما حكي استاذ عقاب؟ بعدين في قضاء مش هيك وتقدم الدعوة عليه. خلينا نشوف كمان المسار القضائي وين حيصير، علما انه نحن وهي عم نقولها كمان للام تي في في بصدد تحضير كمان شكوى ودعوة قضائية من الاستاذ عقاب صقر ومن الرئيس سعد الحريري حول كل هذا الملف اللي له علاقة بالكذب بموضوع تسليح وإرسال سلاح إلى سوريا والتدخل العسكري في سوريا. على مين الشكوى رح تكون؟ المراجعة القضائية بطور الإعداد بعد ما انتهت كليا، وبتشوفوا أكيد يعني بس تتقدم وسائل الإعلام أكيد بتكون. طب اليوم في دعوة فضل هذا الجانب القانوني الصرف يعني كمان ما يكون في كتير
تداول فيه. تداول فيه لحد ما يتقدم. اليوم في دعوة مقامة جزائية ضد النائب عقاب صقر، هي الآن يعني أمام القضاء للبحث بها للنظر بها، في محامي لبناني مكلف من قبل الدولة السورية النظام السوري حتى يتابع هذه القضية، في بحث عن ربما رفع الحصانة عن النائب عقاب صقر. نحن هذه الساحة اللي نحن قوية فيها. نحن بالفبركات وبإثارة الفتن وبالتضليل والكذب ما بنشتغل. بنشتغل بالقانون تحت سقف الدولة، وإيماننا كبير بالمؤسسات الدستورية وخاصة القضاء. أهلا وسهلا فيهم على القضاء، يعني ما عندنا مشكلة أبدا. وإن كان الرأي العام اللبناني والعربي والدولي شاف بالبراهين والأدلة والحجج زيف ادعاءات الفريق الآخر من خلال المطالعة اللي تقدم أو المؤتمر الصحافي اللي تقدم فيه أستاذ صقر. بس نحن ما حنكتفي بهذا القدر وحنكمل بالقضاء. أستاذ قادري، طبعا يعني في كتير كلام عن أنه شخصيات من 14 أدار مهددة بالاغتيال، هناك حركة يعني مثل مقيدة لنواب 14 أدار حاليا، هل عم بتعيشها للحالة أيضا حضرتك؟ يعني منعيشه بس ما بعمله هاجس، يعني هن بدهم أنه يكبلوك، بدهم يعطلوك وبدهم يخوفوك. هذه الهدية ما منقدمها لحدا، مش هيك؟ وواضح أنه عم يمهدوا لانتخاباتهم، هي اذا بدهم انتخابات. انا عندي نظرية كلية نحكي مطولا عن الانتخابات، عم يمهدوا بتصفية الجيم تشينجرز، يعني الشخصيات البارزة بمناطق معينة وبتأثير معين على الرأي العام، مشان انه يعني نحن بنلجأ للناس ولصناديق الاقتراع وغيرنا بيلجأ لصناديق الموت والقتل. هيدي يعني هيدي شفناها مع الدكتور جعجع، شفناها مع الشيخ بطرس حرب، طبعا لواء وسام الحسن له للاسف نجحت مع اللواء الحسن الله يرحمه، له حيثيه بالدوله وبالامن وغيره. بس انه واضح كمان الرئيس سنيورة تلقى تحذيرات جديه جدا، استاذ سامي الجميل كمان، الرئيس سعد الحريري معروف ظروف اقامته خارج لبنان. ف ناخذها بعين الاعتبار. طبعا يمكن في ناس اكثر معرضه وعليها خطر اكثر، ولكن حتى نسكت عن الحق او حتى ننقى بنفسنا عن مصلحه لبنان او حتى نتعطل ونقعد وما نشتغل، لا، كمان هيدي بنكون عم نقدم لهم فيها اكبر هديه. بالعلاقه بينكم وبين الرئيس نجيب ميقاتي، يعني شهدت هيك في الايام الماضيه حركه تصاعديه حتى بالمواقف، وحتى يعني كان ملفت انه الرئيس ميقاتي انتقل الى موقع الهجوم بدلا من انه كان قبل متبع يعني دور الرد او الدفاع عن النفس. يعني رئيس ميقاتي مفكرنا انه نحن حاطين احطاطه، نحن بنقول بس هو مش هيك؟ لا، طب ما هيك مفهوم الامور، وكانه في شيء شخصي دائما انتو والرئيس ميقاتي. نحن كلبنانيين عم ندافع عن نفسنا بوجه نظام مجرم وحزب مسلح يلي هو اداته وطربوشه لكل هذا المشروع من خلال ترأسه هذه الحكومه هو الرئيس ميقاتي. نحن معركتنا منا مع الرئيس نجيب ميقاتي كشخص او كحيثيه، بالشخصي ما بنخلطها بالسياسي ولا همنا انه نكون في الموقع. نحن ما بهمنا وين بنكون، مهمنا نضل علم لبنان مرفوع لوين ما كنا نكون واحد. وبالسياسي الحيثيه مش لاله والقرار مش لاله لمين. اوكي، عم اقول لك نحن عم ندافع عن لبنان وعن اللبنانيين بوجه نظام مجرم وحزب مسلح. نعم، رئيس ميقاتي هو قبل وهو بكل وعيه عمل طربوش هذا المشروع. اوكي، نحن معركتنا هي هون، لندافع عن البلد، لندافع عن مستقبل اللبنانيين، لنحافظ على قرار لبنان الحر وعلى سيادته وعلى استقلاله. فما يعني ما يكبر كثير يعني الرئيس. طيب ولكن الرئيس معركه مش معه. وبس نقطه ثانيه كمان، ما يطلع كمان كل وقت والتاني وكانه هو مطرح، يعني بهذا الموقع اللي اختار انه يكون فيه هو يعني بغصب عنه وبالقوه ومش ابنان ومدرسه، يعني هو حفاظا على الاستقرار. وجوده هو فعلا لمنع
الفتنة أولا وحفاظا على استقرار الدول كلها مصدق هذا الموضوع. مين بعد بصدق هذا الموضوع؟ الدول هلأ مش مصدق مطنشة لأن عندها ملف أكبر من هيك وهم أكبر من هيك له علاقة بهالإقليم الجديد كله سوا حوالينا وتحديدا الموضوع السوري. بس إنه مين بصدق مسألة هذه معزوفة الاستقرار اللي برددها الرئيس ميقاتي؟ هل قدر يأمن الاستقرار لطرابلس الرئيس ميقاتي؟ هل قدر يأمن الاستقرار لعكار لصيدا؟ هل قدر يمنع طريق المطار إنه تنقطع أكثر من مرة؟ هل قدر يمنع الأجنحة العائلية العسكرية من الظهور بالعلن بالساحات وعلى شاشات التلفزيون؟ بس على الأقل حاول. عصابات الخطف هل قدر يمنعها؟ القصف على القرى والمناطق الحدودية اللبنانية وينقتل ناس وتنحرق بيوتهم هل قدر يمنعهم؟ طب ولما انتم كنتوا بالسلطه قدرتوا منعتوا استقرار؟ هل قدر امل استقرار لوسام الحسن ولا بطرس حرب ولا سامي جميل ولا سمير جعجع ولا فؤاد السنيوره ولا سعد الحريري؟ طب بايام الرئيس السنيوره الاغتيالات كمان حصلت، يعني انه كان قدر الرئيس السنيوره ايضا كان قدر انه يمنع الاغتيالات في اللي صارت. في فرق كتير جوهري بين هذيك الحقبة وهذه الحقبة. طيب خلينا نحكي ولكن بعد هذا الفاصل عن الفرق فعلا الجوهري بين تلك الحقبة وهيدي، وهل فعلا هذه الحكومة تتحمل تركة انتو تركتوا له اياها؟ كثير بتنتقدوا الوضع الاقتصادي ولكن هو عمليا يقول بانه هيدي تركة من الحكومات السابقة، ولكن بعد الفاصل الاعلاني. نتابع حوار بيروت اليوم مع ضيفي عضو كتلة المستقبل الأستاذ زياد القادري، وجدد ترحيبي بك أستاذ القادري. كنا عم نحكي وقلت أنه في فرق بين حقبة الرئيس السنيورة والحقبة الحالية، طبعا لأنه يمكن هاي الحقبة الحالية أصعب. عم نحكي على الاغتيالات لأنه حضرتك أثرتي موضوع كتار بيحكوا فيه وبيعملوا مقارنة، وخاصة من فريق 8 أذار، إنه طب ما كان يصير في اغتيالات قبل ما قدرتوا وقفتوه وبقيتوا بالحكومة، ليش هلأ بدها تستقيل الحكومة وغيره؟ أول شيء بحقبة يمكن 2008 وقبل وقت حكومة الرئيس السنيورة، الاغتيالات كانت عم تصير لحتى تغير المعادلة السياسية، تعرفين بعد ما انسحب حزب الله من الحكومة بعد حرب تموز، وكرمال ملف أساسي له علاقة بوقف الاغتيال هو ملف المحكمة. وكنا نحن مستهدفين، فكيف نحن بدنا نقبل بالقتل لتغيير المعادلة السياسية؟ كيف بدنا نقبل بالقتل حتى لا تقر المحكمة يلي هي الأداة الرادعة على الاغتيال السياسي، ونقدم الموضوع كأنه عم نقدم خدمة مجانية يلي عم يقوم بالقتل؟ وكنا نحن المستهدفين، ما حدا نستهدف غيرنا. اليوم نحن عم نطالب أنه هذه الحكومة تستقيل لسبب أساسي، أنه هي المسهلة في بعض المطارح أو المحرضة في مطارح أخرى أو ممكن فاعلة ببعض مكوناتها في موضوع الاغتيال، ونحن عم نقول أنه لازم تروح لحتى نحمي البلد من الاغتيال السياسي وحتى ما يعود في اغتيال سياسي. طيب وبالتالي المطلب القديم ومطلبنا اليوم بالهدف بيوصلوا لنفس المحل، أنه نحن قبل كنا مستهدفين وكان بدنا المحكمة لتوقف الاغتيال، اليوم بعدنا نحن المستهدفين ومن قاعد بالحكومة هو في الحد الأدنى مسهل لهذا الجو، وانت بتعرفي التحريض، بتعرفي موضوع الداتا، وبتعرفي كل هذه الأمور اللي عم تصير، وبالتالي نحن عم نقول انه بسبب الاغتيال السياسي ولوقف آلة القتل يجب ان تذهب هذه الحكومة لأنه المسهل بالحد الأدنى هو قاعد فيها. طيب بس الرئيس ميقاتي برد وبيقول قد لا يعجب البعض الحديث عن الاستقرار، ولكن أنا أدعو المنتقدين إلى مراجعة موضوعية لمسار الأحداث وكيف تمكننا من معالجة الكثير من الخضات الأمنية ومنعنا انفلات الأمور إلى منحى يهدد باندلاع حرب. أول شيء بجواب بديهي وسريع، الرئيس ميقاتي بقبوله ترأس الحكومة بالأسلوب اللي إجا فيه يلي ما له علاقة أبداً بالوسائل السياسية والديمقراطية لبل بالقوة والتهديد والفرض، هو ساهم مساهمة مباشرة في سد الأفق السياسي والديمقراطي من أمام جمهور كبير من اللبنانيين، ولجوء هذا الجمهور لأساليب أخرى أو التفكير باللجوء لأساليب أخرى ليحصل حقه. طيب أنت وكل اللبنانيين اليوم بيقولوا أنه ليش في بهالمنطقة نزعة للتسلح
أو ليش ناس رافضين بهذه المنطقة أي حكي له علاقة بالعقل والعمل الديمقراطي، وعم يقولوا بدنا نكسر رأس فلان وبدنا سلاح، وفلان ما بيفهم إلا بالسلاح، ونحن معادلة القوة بالقوة، معادلة صناديق الاقتراع ما نؤمن فيها. ليه؟ لأنه حزب الله بممارسته السياسية من 7 أيار للقمصان السود للتخوين للتهديد وغيره سد الأفق السياسي والديمقراطي من أمام اللبنانيين. بمعنى قال لهم لو أنتوا شو ما عملتوا وشو ما اخترتوا ولو كلمتكم بالصندوق كانت أقوى من كل شيء، أنا عندي قدرة أنه عطلها لبل إلغيها وجيب اللي بديه، إن كان رئيس مجلس نيابي أو إن كان حكومي ورئيس حكومي. رئيس ميقاتي هو كان الطربوش سنة 2011 بكانون الثاني لهذا الموضوع كله سوا. طيب، ولكن وبالتالي بس هو ساهم مساهمة أساسية في تسكير الأفق السياسي والديمقراطي أمام اللبنانيين، وتفكير اللبناني المواطن اللبناني باللجوء لوسائل غير الديمقراطية حتى يواجه الفريق الآخر. ولكن فما يحكيني بالاستقرار. طيب، ولكن اللي عم تحكي عنه هالرئيس هو نفسه الرئيس اللي حافظ على كل اللي أنتوا بدكن ياه عمليا. هو اللي مول المحكمة، هو اللي حافظ على اللواء أشرف فيفي يبقى بموقعه، اللواء وسام الحسن الله يرحمه يبقى بموقعه. اللواء وسام الحسن استشهد، واللواء أشرف فيفي بأكثر من محطة هو والمرحوم وسام كانوا مستهدفين، والرئيس ميقاتي ما بيقدر يشيله لأشرف ريفي، لأنه أشرف ريفي هو شخص ضابط في الدولة اللبنانية كفؤ ناجح، وبالتالي ينتمي إلى هذه الدولة وله بصمات كبيرة وتضحيات كبيرة وإنجازات كبيرة. واللي ساعده أكثر يمكن للواء ريفي أنه ابن طرابلس والشمال، وبالتالي محرج فيه أكثر الرئيس ميقاتي. موضوع المحكمة كلنا بنعرف أنه قبة الباط صارت من خارج الأطر الرسمية، وقرار لمجلس وزراء بمرسوم يتخذ لتمويلها وتحديد كمان المال، وأنه وزارة المالية تدفع، صار بطريقة ملتوية خدمة بس لبقاء هذه الحكومة كمطية في إيد حزب الله. إذا بالفعل نحن عم نحكي سدونيز بموضوع القرارات الدولية، القرارات الدولية مش ما بكفي بس نقول مثل ما بقول رئيس ميقاتي والحكومة انه بدنا نحترمها، لا، بدنا نلتزم بمندرجاتها ونحترم مفاعيلها القانونية كمان. مثل شو؟ مثل موضوع المتهمين، مش هيك؟ وهذا الموضوع حاولوا نبشوا عليه، وكل اللبنانيين بيعرفوا يقروا عربي وبيعرفوا انه بالبيان الوزاري بس بده يفتحوا على الصفحه اللي لها علاقه بالمحكمه الدوليه كيف الرئيس ميقاتي ارتضى بجمله مبهمه، مش هيك؟ وبتعلق المحكمه بالبيان الوزاري. بالبيان الوزاري جمله مبهمه بتعلقها، مش فاهمين اذا رافضين للمحكمه او قبلانين فيها. احترام إيه؟ على ان لا تعرض السلم الاهلي وغيره. وهذا القرار اللي له علاقه بالمحكمه هو من القرارات الدولية اللي عندها مفاعيل مش بس سياسية، قانونية كمان. طيب، وبالتالي احترامها مش كافي، انه بنحترم بدنا نلتزم فيها ونطبقها. طيب، بتنتقدوا ايضا هذه الحكومة والرئيس ميقاتي تحديدا، وبتحملوا وزر واعباء كل الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور. الحكومة برجع انا بترجع عم تحطينا بمحل انه نحن بوجه الرئيس ميقاتي، عم برجع أقول للمرة الثانية والثالثة والرابعة، نحن مش بوجه الرئيس ميقاتي. الرئيس ميقاتي هو رئيس الحكومة اللي اجت من المحور السوري الإيراني، كما ذكر الأستاذ وليد جنبلاط بأكثر من مناسبة، والأستاذ وليد جنبلاط هو موجود في هذه الحكومة وأكيد ما عم يحكي شيء ما بيفهم فيه. طيب، أكيد هذه الحكومة. وبالتالي نحن مثل ما قلت لك عم نواجه حزب مسلح ونظام مجرم. طيب، هذا رئيس ميقاتي هو قبل يكون رئيس هذه الحكومة. طب هذا الحزب اللي عم تحكوا عنه وبتتهموه، طب حتى الأمين العام لحزب الله أعلن مبادرة، يعني حتى أنه لاستدراك تدهور الوضع الاقتصادي دعاكم إلى هيئة عمل وطني، إلى تشكيل مجموعة. وين موجودة هاي؟ بأي كتاب؟ الوضع الاقتصادي بأي كتاب موجودة؟ بأي دستور؟ بوثيقة الوفاق الوطني؟ بقوانين معينة؟ أنا ماني قاري فيها، ماني قاري عنها. يعني أمين عام حزب الله عم يقول للبنانيين البلد تفليسي تفليسي، أنا بدي أبقى مسيطر عليها، علما إجمالا اللي بفلس شركة أو مؤسسة يعين وكيل تفليسي، يعني بزيح.
لأنه يعتبر أنه هو غير كفو وأدى إلى هذا الإفلاس. هو عم يقول أنه البلد بحكومتي آخر سنتين صار تفليسي، بس أنه أنا بدي أبقى مسيطر عليها لهذه التفليسي، بس كل النتائج السلبية وكل النتائج السلبية وكل الخراب وكل الدمار الاقتصادي والمالي والاجتماعي وغيره، تعوا يا فريق الآخر تشاركوا معي بالمسؤولية فيه وطلعوني من هذه الجورة العميقة الصحيقة اللي حطيت البلد فيها. استاذ عادري، كان كل إيه مع 14 قدر تقول نحن أم الصبي، ليش هالمرة يعني هيك حاطين حالك أنه بدكم تتفرجوا على خراب البلد؟ نحن بس لأنه ما بدكم تساعدوا حكومة مئاتي أنه تساعدوا البلد. نحن بدنا نتفرج على خراب البلد. نحن عطينا أكثر من حل ودقينا نقص الخطر أكثر من مرة. في أول تموز كان عندنا جلسة بالمجلس النيابي، خطبت النواب نواب الموالاة قبل نوابنا نحن، قلت لهم تعوا يا زملاء نحن وياكم نسحب الثقة من هذه الحكومة لنحميها من نفسنا ولنحمي البلد منا، وقبل كمان وبعد كمان أكثر من مرة قلنا ما ممكن تستمر هذه الأمور على الشكل اللي ماشي فيه، تخبط في كل الملفات، قل التبصر في كل الملفات، مشاكل وين ما كان بالسياسي وبالدبلوماسية وبالموضوع المالي والمعيشة والاقتصادي. رئيس مئاتي تعوا نقعد على طاولة نتفق على قانون انتخاب وبتروح هيدي الحكومة. قدمنا نحن ما عنا حكي سدونيز إلا بعد استقالة هذه الحكومة، ونحن قدمنا يعني عرض غير استفزازي وعرض منطقي ومقبول جدا وطبيعي. حكومة إنقاذية، حكومة حيادية، حكومة فيها أشخاص بالنهاية قال السيد حسن نصر الله على درجة كبيرة من الوعي حكومة كيف ما في أبدا. كيف انوجدت بأدار 2005 واليوم ليش ما بدها تكون موجودة؟ وبعدين أي وظيفة اليوم مطلوبة ما زال في انتخابات بعد 6 أشهر مش هيك؟ وبتعرفي حسب الدستور الحكومة تعتبر مستقيلة فور انتخاب مجلس نيابي جديد، وبالتالي هاي الحكومة اللي هلأ بدها تجي اللي نحن عم نقول تكون حيادية إنقاذية ما حتعمر أكثر من 5 أشهر. ليش التردد وليش الرفض؟ ليه؟ مازال أنه هي حكما في استحقاق دستوري من بعده حتعتبر هذه حكومة مستقيلة وحنشكل حكومة تانية. ليش ما بنقدر نجيب حكومة تخفف التشنج؟ واليوم الملفات الداهمة والصعبة كتير هي الموضوع الاجتماعي والمالي والاقتصادي. منلاقي ناس وفي كتير ناس موجودين بيقدروا يلموا شوي البلد من هذه الناحية، تنفس التشنج وتحضر لانتخابات ليش هلا شو الموضوع حيادية. هو مش الموضوع الأهم، هو الموضوع كمان تأمين إجراء الاستحقاق في موعده وتأمين الظروف المؤاتية لهذا الاستحقاق. عم نحكي عن هذا الاستحقاق، شو الجديد على صعيد التواصل مع الرئيس نبيه بري؟ رح تحضروا بهاللجنة أم لا باجتماع؟ نحن ب 48 بالفندق أم في مجلس النواب؟ خليني أقول شغلي إنه نحن بدنا، مش بدنا بس متمسكين ومش حنقبل إلا ما يصير هذا الاستحقاق في موعده، وبالتالي حرمان اللبنانيين من هذا الحق الدستوري والديمقراطي انه بالنهاية هن يقرروا كل 4 سنين مين بدهم يمثلهم. هذا موضوع ما حدا بيقدر يسلب اللبنانيين هذا الحق، وهذا حق مقدس، وبالتالي نحن بدنا الانتخابات، بدنا اياها بوقتها وضد تأجيلها، وبدنا قانون انتخابي جديد غير القانون الحالي حتى نزيل اي التباس حول هذا الموضوع. اكيد لانه اللي ما بده يؤخذ على تيار المستقبل بانه عمليا يعلن هذا الامر، ولكن أبداً في المضمون هو يعمل ضد هذا الامر أبداً، وبالتالي يعمل على الابقاء على قانون الستين. ابدا، نحن بتيار المستقبل اعلنا موافقتنا على قانون ال50 دائرة، مش هذا قانون جديد؟ مش تبنوه حلفائنا وتحديدا بشكل خاص يعني القوات والكتائب وغيره من حلفائنا ب 14 أدار، ونحن يعني وافقنا عليه وقلنا بس انه هذا موضوع كمان بده بحث حتى يكون في له قاعده نيابيه يعني اكبر ومتينه مشان يمرق. نحن بموضوع اجراء الانتخابات شيك، نحن عم نطالب برحيل هذه الحكومه، وإن شاء الله منقدر قبل الانتخابات أنه نحقق هذا المطلب. بس فرضاً أنه ما تأمن إجراء الانتخابات وانتخاب مجلس نيابي جديد حسب الدستور
تعتبر الحكومة من بعده مستقيلة. نعم. وبالتالي أكيد ما عنا مصلحة أنه نطير الاستحقاق، لأنه في ناس بيقولوا لك طيب أنه نحن بدنا نطير الاستحقاق. هاي أول نقطة. طيب وثاني نقطة، القانون الجديد نحن كل مرة يعني مبارحة واليوم وبكرة حنقول بالاجتماع اللي حيصير لهيدي اللجنة. طيب. لحيصير الاجتماع. ايه حيصير الاجتماع. يعني بدنا قانون رح تبلغوا رئيس بري الموافقة على الاجتماع. ايه يعني نحن إيجابي تفاصيل. نحن عنا اجتماع بال 48 ساعة المقبلة لحتى نبلور يعني إذا بدك الآخر شيء. مش رح يتبلغ. ايه يعني التفاصيل حتى نقول المبدأ نحن إيجابيين ونحن حنسهل كل أمر له علاقة بأنه هذه اللجنة ترجع تتواصل وترجع تقعد مع بعضها وتعمل اجتماعات جدية ومكثفة حتى يبين للناس مين بده هذا الاستحقاق بقانون كمان جديد ومين بده يحاول يخلق الذرائع حتى تطير هذا الاستحقاق. أنا عندي شعور وعندي قراءة سياسية. نعم. أنه حزب الله والتيار الوطني الحر ما بدون انتخابات. هني عم بيقولوا لكم ما بدون. يا في قانون انتخاب جديد يا ما في انتخابات. هني واضحين بهذا الكلام. فإذا يعني هيدا الموضوع سيد دونيز بيحكوا مع اللبنانيين، مش كل اللبنانيين 14 و8، مش كلهم عند المستقبل وعند حزب الله وعند غيره. في شعب لبناني عنده حقوق دستورية وقانونية وعنده حق في تقرير مصيره وفي اختيار ممثليه. أنا مين لحتى أجي أمنع الناس وحط شروط وقال لهم أنتم ممنوع تنزلوا بالموعد اللي كفلكم يد الدستور والحق اللي أعطاكم يد الدستور والقانون إن كنت تنزلوا تنتخبوا. طيب بس الجنرال ليش؟ لأن ليش لأنه بدي قانون الجنرال. على ذوقي وبيجيب لي أكترية لإلي وقال ما بمشي بانتخابات. هذا كلامي هذا كلام ما يحكون إيه يحكوا مع اللبنانيين وإذا عندهم الجرأة ويقولوا نحن ما بدنا انتخابات لأنه بدنا قانون بربحنا أكترية وقال ما بنمشي. يحكوا مع الناس. شوف شو ردة يعني فعل الرأي العام. طيب الجنرال عون يقول بأنه يطمئن بأنه إذا ما صارت انتخابات ما رح يصير شيء، ما تخافوا. حزب الله ما حتجي له فرصة مثل هي الموجودة اليوم حتى يمسك بالسلطة بشكل كامل ويسيطر على مقدرات البلد بشكل كامل. ما حتجي له بقى هالفرصة، وبالتالي هو والجنرال عون والعماد عون بنفس الخانة بالوزارات اللي اخذها وبالمنافع اللي عم ياخذها عم بيساعد حليفه حزب الله، عم بيساعد اليوم حليفه للوصول الى قانون يحقق التمثيل المسيحي. طيب خلينا فتحنا هذه السيرة وخلينا نحكي شوية تفاصيل اذا بتعطيني وقت سريعا يعني مش حطول. هي مش عنزه لو طارت انه يا انا بدي القانون اللي بدي اياه وبدي زايد فيه يا اني ما بمشي. في عنا وثيقة الوفاق الوطني وفي عنا اتفاق الدستوري اللي هو دستور الطائف، مش هيك؟ نعم. ما فينا نمشي نحن هيك من العدم. نحن قدمنا قانون دوائر صغيرة ودوائر بعدد 50 ممكن يزيدوا شوي ينقصوا شوي. بناء على قناعة وعلى موقف خاصة من المسلمين في قوى 14 أذار أنه نحن مع تريح وطمأنة المسيحيين بمسألة اختيار ممثلين وفعالية هذا الاختيار حتى يكون تمثيلهم صحيح. أوكي؟ هذا القرار أخذني طلع حسب الدراسات أنه الدوائر الصغيرة اللي دائما كانوا يطالبوا فيها المسيحيين هي الأفضل. وبعكس ما بيقول العماد ميشيل عون عن المال السياسي، ما طول عمرهم يقولوا انه المحادل والمال السياسي بيركب بالدوائر الكبيره. هلا صار القضاء او الاصغر من القضاء هو بياثر فيه المال، مش المحافظات كما كانوا يقولوا على ايام النظام السوري. كانوا يقولوا انه المحدله والبوسطه والمصاري بتركب بالدوائر الكبيره. طيب بقول لك انه انا بدي قانون الارثوذكسي. طب انا ما فيني اقدم اقتراح اللقاء الارثوذكسي من دون ما مهد له بتعديل للدستور وقال بكون عم كذب على الناس. كيف؟ ومثل ما قال كمان الدكتور جعجع امبارح انه مسرحيه على العالم. اول شيء وثيقه الوفاق الوطني تحكي بشكل واضح على قانون انتخابي يراعي القواعد التي تضمن تجري الانتخابات النيابيه وفقا لقانون انتخابي جديد على اساس المحافظه، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل. يعني في شرطين، الانصهار الوطني من جهة
وطبعا فعالية التمثيل وجدية التمثيل بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات. شدد على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، بقول أنه هي المحافظة بعد إعادة النظر بالتقسيم الإداري. بالتقسيم الإداري شو بتقول؟ شو بتقول وثيقة الوفاق الوطني؟ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك. كم مرة صارت مترددة عبارة العيش المشترك والانصهار الوطني ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات؟ والمادة 27 من الدستور بتقلك أنه النائب عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بأي قائد. ونحن أنا كنائب مثل كل اللبنانيين وكل لبنان، فيتفضلوا شيك إذا 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 يعني إذا, إذا بالفعل هن جديين. يعني اللي بدك تقوله إنه لقاء الأرثوذكسي ينقض ما نص عليه الدستور ينقض والاتفاق الطائفي. طبعاً هيك، أول شيء الدستور بيقول إنه النائب يمثل الأمة جمعاء، وثانياً نحن هذا البلد قايم من وقت من سنة 43 لهلا على شو؟ على هذا العيش اللبناني المشترك، ونحن بدنا نروح على المطرح يلي بعزز الانصهار الوطني. أنا مدام دونيز إذا صرت ما فارقة معي شريك الآخر بالبلد من طائفة أخرى وصرت يعني قراري أو رأيي ما بأثر عنده، بصير روح أكثر نحو التشنج والتقوقع والتطرف بدل ما كبر المساحات المشتركة. وهذه فلسفة نظامنا وجوهر نظامنا وهذا ما نص عليه دستورنا. فإذا بده اللقاء الأرثوذكسي، علما أنه بالحكومة مش العماد مش العم مش بالأرثوذكسي صوت على 13 دائرة مع النسبية مش هيك؟ أوكي، إذا بده بالفعل هذا القانون وحلفائه يلي حزب الله قال عم يقول بده إياه أنه كل طائفة أو كل مذهب تنتخب نوابة، بدون يمهدوله قبل بتغيير لمواد دستورية ولا جوهر بالنهاية النظام والصيغة اللبنانية والعيش الواحد بين اللبنانيين. ديار ذكرت اليوم بأنه المستقبل بدأ يضع استراتيجية جديدة للتحضير لمعركة الانتخابات النيابية، وفي لقاءات عدة جرت عقدها الرئيس سعد الحريري مع عدد من النواب. شو هي هالاستراتيجية؟ ما يعني كلام ما بعرفه وبشك بجديته، بس مش ضروري انه ما يكون في استراتيجية. هو عمليا يعني ما في استراتيجية. انا سبقتيني، انا ما عم بحكي انه ما في استراتيجية، بس عم بحكي انه الخبر انه نواب عم يروحوا وعم يجوا وعم كانه في مؤامرة جديدة عم نحضر لها. يعني بلاش تتحضر. التحضير دائما موجود والتفكير وإعادة القراءة دائما موجودة وإعادة تنشيط المشهدية على قدم من شهدية 14 أذار على قدم وثائق، والآتي قريب. بس أنه قصدي بتفاصيل هذا الخبر ما بعرف قدي أنه جدي أنه يعني النواب راحت واستراتيجيات وغيره. بإطار التهديدات ربما كني بدي أحكي عن قضية المفتي مالك الشعار، عم تتواصل معه حكيته يعني خاصة بعد المعلومات اللي انسمعت مؤخرا عن كلام بأنه كان عم بيتحضر عملية منظمة بيشارك فيها أحد نواب حزب الله، وطبعا هذه بعد معلومات يعني أمام القضاء. صحيح. هو القضاء يعني اللي بيقرر إذا صحيحة أم لا. يعني أول شيء من الناحية القانونية والقضائية بالتحديد لازم يصير في شيء يعني الدولة جديا أن تحط إيده على القضاء، يحط إيده على الملف، وطبعا يعني السلطة السياسية ما لازم تكون أبدا بعيدة عنه. هذا مش تدخل بشؤون القضاء أبدا، هي مسألة سيادية أمنية إلى علاقة بأمن البلد ودرء الفتنة عن البلد. أما فيما يتعلق بشخص سماحة المفتي، أنا بتقديري أول شيء منوجه له التحيات ومنقول طبعا الله يحميه ويبعد الضربات. وأنا برأيي في سببين أساسيين وراء استهداف أو محاولة استهدافه. السبب الأول هو طبعا موقعه الديني ومنصبه كمفتي وعلاقاته وعلمه وتبصره يلي بأهله أنه يتبوأ كمان منصب مفتي الجمهورية، ربما يعني أحد أبرز المرشحين لهذا الدور. والنقطة الثانية هو شخص يجمع ولا يفرق، هو شخص بمص الأزمات وبيبردها
بيعالج المسائل الحامية بعقل بارد وقاسم مشترك الكل بيحترمه. مطلوب هكذا شخصيات ربما في المرحلة أبدا الحالية. مطلوب ناس تفجر، مطلوب ناس تزيد الانقسام وتزيد وتزيد التشنج. انتهى وقتنا للأسف. شكرا. أهلا بك، شكرا على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام اسمحوا لي أتمنى لكم ميلاد مجيد، وإن شاء الله الطفل يسوع بيكون بقلب كل واحد منكم، لأنه هذا العيد هو عيد المحبة، وإذا ما كان في محبة بلبنان لن يقوم لبنان. إلى اللقاء، بذكركم بأنه بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا الـ MTV Lebanon News على موقع تويتر، وـ MTV Lebanon على موقع الفيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. ميلاد مجيد، وإلى اللقاء.